أنا أحمد زيادة، رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بمجموعة أرقى للتطوير العقاري. كان عندنا الجرأة إن إحنا ندخل نهاية 2019 بأضخم وأكبر مساحة أرض وأكبر مشروع في أميز لوكيشن، اللي هو ميدان الداون تاون، تقاطع محور بن زايد مع المحور المركزي. مجموعة أبراج أو بيزنس بارك هي مشروع تجاري إداري طبي متكامل، الخدمات متكامل، التشطيب في الإداري والطبي. المشروع على مساحة 23 ألف متر مربع، مساحات بيعية تصل ل 84 ألف متر مربع. المشروع بيتكون من 4 جراشات ودور أرضي وأول وتاني تجاري، ثم بعد كده على بوديوم كبير بيخرج منهم 3 أبراج منفصلة إداري وطبي على ارتفاع 18 دور. أبياري بارك هو مشروع جوه مشروع أي بيزنس بارك، مساحته البيعية بتتخطى ال 12 ألف متر مربع، منتجين جداد تماما على السوق العقاري. بنقدم الوحدات التجارية الأولى المعلقة والوحيدة في العاصمة الإدارية، هي وحدات تجارية على ارتفاع 91 متر في الدورين 19 وال 20، مجموعة من المطاعم والكافيهات، رؤية 360 لجميع الوحدات. المرحلة الثالثة بنقدم مجموعة مكاتب تتوسطها وتتخللها مجموعة من المحميات الطبيعية للطيور والأشجار، اللي هي بتسمى علميا الأفييري، وعليه أطلقنا اسم أفييري بارك على المرحلة الثالثة. بنقدم العروض المناسبة للمشروع، المناسبة للعميل، والمناسبة لمجموعة أرقى. نظام سداد مقدم 10% وأقساط متساوية على 100 شهر، ده تسويقيا، لكن هو في دفعة 10% بعد سنة. برضو قدمنا في الفترة الأخيرة خصم مناسب 10% على الوحدات التجارية بمناسبة افتتاح المشروع، و 12% خصم على الوحدات الإدارية. نظام السيمي كاش مقدم 50%، يحصل على خصم الكاش المناسب 30% للتجاري، 33% للإداري، ويقدر يقسط المتبقي على 2 سنين. أدعو عملاء شركة أرقى لزيارة موقع المشروع في أي وقت خلال الفترة القادمة، الصبح أو بالليل، علشان يتفرجوا بنفسهم ويشوفوا أعمال الإنشاءات ويكونوا مطمئنين. فرع الشركة في 90 الجنوبي في التجمع الخامس.